الصحة والجمال لون جديد للحياة. أهلا أهلا بالأكارم متابعي قناة الصحة والجمال، وأخص بالذكر والتحية متابعي برنامجنا رجيم العقول. رجيم العقول النهاردة هيتكلم فيه عن عمق التفكير، ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور سمير محمود كبير أخصائيين بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا دكتور سمير. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، سعدنا بوجودك معنا طبعا في قناة الصحة والجمال وبرنامجنا رجيم العقول بعد رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير والمشاهدين الكرام بخير، وسعدنا بحضراتكم ونسعد بالمشاهدين. الله يخليك فندم. يعني بيك يا فندم. طيب احنا لما نحب نتكلم عن عمق التفكير عايزين نبتدي نثقف مشاهدينا عن كيف وكيفيه تنميه قدرات العقل للانسان في عمليه عمق التفكير ديت. يا ريت تثقفنا كده وتثقف مشاهدينا كيف هو ينمي قدراته العقليه، سواء الكلام ده بالنسبه للراجل او للست، للشاب للشابه الى اخره. مساله مهمه جدا في الاول نتكلم عليها سعادتك، هو مساله ايه هو العقل؟ نعم. مسألة مهمة جدا. احنا دايما نقول العقل بنشير بيه في العادة الى المخ. المخ اللي هو الجزء اللي موجود في الدماغ. نعم. ولكن القرآن الكريم لما جه يتكلم عن العقل اشار لي في موضع القلب. العقل في موضع القلب. في موضع القلب. عظيم. يعني عظيم. ده الشيء المفترض ان احنا نعرفه بنص الآيات القرآنية لما ربنا قال افلم يسيروا في الارض. ده نوع من انواع التفكير. نعم. اللي هو تنمية التفكير ان نعم. ربنا امرنا ان احنا نسير في الارض، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وده الشيء الغريب اللي الناس بتستغربه، اللي هو ربنا ما قالش لهم عقول او امخاخ، لهم قلوب يعقلون بها. يعقلون بها. سبحان الله. فاذا اللي هو عز وجل اشار للشيء اللي بيعقل، وده الشيء الغريب بقى سعادتك ان هو القلب. لهم قلوب يعقلون بها ام اذان يسمعون بها. فإنها لا تعمل قلوب ولا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أمين. وكأن القلوب لها رؤية، لها عقل، لها عقل عظيم، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالمولى عز وجل أشار للعقل البشري إلى القلب. ولذلك حتى في المعنى الدارج بين الناس يقول لك أنا بحبه، يقصد يشير على القلب. نعم. ولما نيجي الناس تتكلم عن حب تعمل رسمه القلب ديت. نعم. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده فلان ده يعني ام تقول على ابنها حبيب قلبي، ما بتقولوش حبيب عقلي. نعم. بتقول له حبيب قلبي. فده الشيء اللي هو المفترض ناخد بالنا منه، ان الشيء المنوط بالتفكير والادراك هو القلب وليس المخ. يعني انت حياتك بتسير معانا وبتسير مع الساده المشاهدين نقطه مهمه جدا، ان الانسان من الطبيعه زي ما حضرتك ذكرت انه بيفكر بعقله اكثر ما بيفكر بيفكر بقلبه اكثر ما بيفكر بعقليته. ده اللي حضرتك عاوز تقوله بالظبط. هو المخ هو الاله التي تحرك اعضاء الجسم. نعم. المخ هو الاله زي الموتور او الكمبيوتر اللي بيحرك عضلات الجسم، اللي بيعمل اشارات كيميائيه، اشارات فيزيقيه تحرك اعضاء. يبعت مثلا اشاره للقلب ان يشتغل، يبعت اشاره للرجل ان هي تشتغل. نعم. يبعت اشاره للرئه ان هي تشتغل. ده اللي هو الموتور اللي بيحرك الجسم اللي هو العضو. نعم. انما المنوط به الادراك زي الحب والكره او الايمان والنفاق او الادراك بصفه عامه هو القلب. ده يعني بنص القران. يعني بنص القران القلب هو منوط بالاعمال الحسيه الى حد ما بالظبط زي الحب والكره. حتى احنا في الحياه يقول لك فلان ده بيحب، يعني بيشير لقلبه، محدش بيشير لعقله. انا مثلا العمليات الحسابيه هو المخ او العقل هو اللي بيحسبها، انها مش القلب. والله شوف حضرتك حتى العمليات الحسابيه هو المنوط بها العقل. طب احنا ما حدش اثبت ان العمليات الحسابيه دي بتتم في المخ اللي هو في الدماغ، بتتم في العقل اللي هو برضه منوط بالادراك. اذا احنا لما بنتكلم على المسائل العقل ومساله التفكير مساله الادراك بنتكلم على اللي هو العقل. نعم. السؤال الثاني العقل فين؟ هو القلب. قولا واحدا هو القلب. لذلك ربنا قال افلم يسيروا في الارض لتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعقلون بها، الكلام واضح، قلوب يعقلون بها. وفي الاخر اتكلم ان هو عز وجل على البصر والبصيره. نعم. حتى البصيره نفسها
قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وأشار المولى عز وجل بكلامه واضح القلوب التي في الصدور. وفي حديث واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا في الجسد مضغة. ده بقى واضح جدا، يعني حتى بين المكان اللي هو بيصلح باقي الأعضاء. ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نعم. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا هذا المكان اللي هي المضغة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بالتأكيد، المضغة اللي هي القلب اللي هو أذين وبطين. نعم. واضح من الحديث إن هو المنوط به إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب أنا هكتفي بالشرح دوت مبدئيا، لأنك أنا هرجع لها تاني، لأن برضو أنا في حاجات كتير عاوز أستزيد بيها، ومشاهدنا الكرام برضو عاوزين يتأكدوا في بعض النقاط فيها، لكن هنتقل لنقطة أخرى عشان برضو وقت البرنامج، ولو في متسع ممكن نعيشها تاني باستفاضة. النقطة التانية اللي عايز أتكلم مع سعادتك فيها وأبينها للسادة المشاهدين، إيه الفرق ما بين العقل والمخ؟ يعني كتير مننا بيسمع عقل مخ، هل في فرق بينهم الاثنين، ولا هما الاثنين شيء واحد، ولا إيه الموضوع؟ بنؤكد حضرتك مرة أخرى إن المخ هو الشيء الجسدي اللي هو الشيء الهلامي البسيط المكور في المخ في الدماغ. نعم. ده اسمه المخ. هو دوت الموتور اللي بيحرك اجزاء الجسم. تمام، فهم. انما العقل هو الشيء الادراك الحسي التفكير. العملية نفسها الانسان بيشتغل بيه في حياته، بيحب وبيكره، بيؤمن وبيكفر. ولذلك المولى عز وجل خاطب العقل ما خاطبش المخ. فده الفرق. الحيوانات الكائنات كلها بالمناسبة لها مخ. نعم أكيد. ولكن المولى عز وجل كرب الإنسان بأن جعله عقله بقى العقل بتاع الإنسان. ولذلك لما ربنا بيقول أفلم يسيروا في الأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. اللي هو بإليه بقى بالعقل، يعني تشوف إزاي الإبل خلقت. طب وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل ده المولى عز وجل خاطب به العقل. فالبني آدم ربنا كرمه بأن له عقل يقدر يطور بيه. نعم. غير باقي الكائنات. طب هو هل الكائنات الأخرى لها عقل؟ أيوة لها عقل، لا عقل. طيب أنا لو فهمت هبقى متأكد تماما أن مشاهدنا الكريم فهم، فتعال أقول لحضرتك أنا فهمت إيه. تمام. النهاردة في عيد الأضحى إحنا بنذبح ذبيحة ايا كان بقى حجمها، بنلاقي في الذبيحه الراس، بنطلع من الراس مخ بناكله. هو ده اللي حضرتك بتتكلم عليه، ده المخ. الله ينور عليك. هو ده المخ، الجزء العضوي ده. الجزء العضوي الرخوي اللي احنا بناكله. ده بقى معجزه الهيه في حد ذاته طبعا، يعني هو ده عظيم. شيء عظيم. لما نتكلم بقى على العقل، الجزء العضوي ده اللي احنا بناكله، المفروض ان هو الشغل اللي بيعمله هذا الجهاز او هذا العضو فيزيائي كيميائي، ان هو يفكر، ان هو يعقل، ان هو يعرف ان دي نار، ان يعرف دي جنه، ان يعرف ده حديد ده خشب الى اخره. ده اللي حضرتك بتقصده بالظبط في النقطه ما بين الفرق ما بين العقل والمخ. العقل اللي هي العمليه الحسابيه او العمليه الادراكيه، والمخ اللي هو الجزء العضوي ده. انما السؤال صح كده يعني؟ الله ينور على سؤالك. اللي تمام. انا باكد عليه، طب فين مكان العقل؟ كويس، نسمع بقى اجابه حضرتك. مكان العقل ده في القلب، المكان اللي بيعقل وبيدرك الحب والكره هو القلب اللي موجود في الصدر. طيب انا معلش اسمح لي اختلف مع حضرتك، او مش اختلف، نستوضح هذا الموضوع اكثر، لان بثقافتنا العامه وبثقافه الساده المشاهدين برضو العامه او المتخصص بيقولوا ان 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 المخ بيعمل عمليات ادراك وحس وحساب والى اخره من من من, من العمليات الحسابيه او العمليات الادراكيه. لكن كيف انا اقتنع معاك ومشاهدي الكريم اقتنع بان القلب هو اللي بيعمل كل هذه العمليات؟ حاول تبسطها لي كده وتبسطها. هو حتى بالمعنى الدارك الناس ما بتقولش انا بحب بعقلي، صح. هو بيقول انا بحب بقلبي، صح. ده بصفه عامه. نعم. وزي ما انا قلت لحضرتك بنص الحديث، الا في الجسد مضغه اذا صلحت، اذا صلح هذا المكان اللي هو حتى بعض العلماء سعادتك بيقولوا ايه، بيقسموا البطين والاذين والبطين والاذين الى مراحل تفكير القلب. يعني مثلا يقول لك في الاذين الايمن بيحدث الهاجس الخاطره. نعم. وبعدين الصمام اللي هو بيوصل الهاجس او الخاطره الى
الهم او العزم الى الاذين الايسر. هو ده بعض العلماء بتقول كده، ولكن يعني في الحقيقه مفيش حاجه تثبت. انا مع الله ينور على سعادتك، انا ما احبش حاجه ما لهاش دليل. كله تفكير كله، ولكن في النهايه كلهم بيدوروا ان مناط التفكير ومناط الادراك هو في القلب. حقيقه انا عاوز اشكر على الهوا فريق الاعداد وعلى راسهم الاستاذ عمرو لطفي ان هو جهز لنا برنامج بعنوان موضوع مهم، كثيرا من المشاهدين وكثيرا من الاشخاص كبير او صغير ممكن يكون لا يدرك هذه النقط، فبكرر تاني شكري لفريق الاعداد وعلى راسهم الاستاذ المحترم عمرو لطفي. وننتقل طب دكتور سمير لحاجه تانية بقى في موضوع تنميه القدرات العقليه عند الاطفال، عشان بقى نبتدي من النشء الصغير الى الشباب. وعاوز اكمل سؤالي الناس الكبيره بقى، هل ليهم تنميه قدرات عقليه ولا ده كلام مش مظبوط؟ لا، واكيد المولى عز وجل لما خاطب الانسان خاطبه بتكاليف معينه. نعم. فعشان هو يحاسب على هذه التكاليف جعل ان مناط التكليف هو العقل. يعني بمعنى اصح، نسال الله، في المجنون ملوش تكليف. اكيد. ما خاطبش المولى عز وجل المجنون بانه يصلي او يصوم او يفكر او يعطي او ياخذ. نعم. فبالتالي مناط التكليف هو العقل. فبالتالي الـ 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 الدين نفسه وعلماء الطبيعه وعلماء الجيولوجيا او علماء قصدي الاحياء اتكلموا في كيفيه تنميه قدرات العقل. واهم شيء هو تنميه قدرات الاطفال. ودي مساله خطيره جدا. قدرات العقل عند الاطفال. تنميه قدرات العقل احنا بنغفل عنها تماما، لان احنا بنعامل الطفل كانه كائن ملوش وجود. لا، الطفل اخطر مراحل بيمر بيها هو المراحل الاولى. يمكن من سن سنتين اللي هو بيبدا يدرك ما حوله. نعم. الى سن مثلا 7 سنين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ امروا اولادكم للصلاه لـ7. نعم. إذا معنى ذلك أنه أدرك من سن 7 سنين وأصبح يفهم معنى هذا الكلام. واضربوهم عليها لـ10 فرقوا بينهم في المضاجع. عظيم. لأن بدأ يدرك. تنمية قدرات الأطفال بأنك أنت أولاً تجعل هذا الطفل له قيمة، ودي مسألة مهمة جداً. إحنا دايماً نعامل الأطفال على أنه شيء ملوش قيمة قوي، وأن شيء ندلله وندلعه فقط لا غير. إنما الطفل قيمة عظيمة جدا. انت لما تزرع فيه عامل زي الارض الخصبة اللي بتزرعه فيه بتلقاه. اكيد. زرعت فيه القيم الاخلاقية الجميلة هيطلع انسان جميل. زرعت فيه القيم الاخلاقية، هو ريكوردر بيكرر لما يقعد يسمع في الشارع الالفاظ المش طيبة هيكررها. نعم. اكيد. ولذلك الاسلام امرنا بان احنا نحفظ الاطفال للقرآن، لانه عنده قدره غريبه على الحفظ طبعا، لانه بيبقى يعني لسه ما عندوش ضغوط الحياه، ما عندوش التكاليف الحياه كتيره، فبيقدر ايه يعني. هتلاقي حاجه غريبه جدا، الرسول عليه السلام نفسه بيعامل الاطفال كانه كبير. يجي مثلا لابن عباس ان هو يعلمه القوه الايمانيه، وهو بقى رغم ان ابن عباس كان طفل، هو كان راكب ورا الرسول عليه السلام، فبيقول له يا غلام احفظ الله يحفظك. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. كلام كبير. احنا النهارده لما يجي نعامل طفلنا بندلله وندلعه فقط، انما نعلمه معنى عظيم زي ده احنا ما بنعلموش. لا، احنا عاوزين نعلمه المعنى العظيم ده، عاوزين نعلمه علو الهمه، عاوزين نعلمه القدوه، ويكون عندنا القدوه سواء في النواحي العلميه او غيرها. مساله مهمه جدا لابد ان هي جميع الاباء تهتم بيها. عظيم. طيب، يعني احنا بنعتذر لحضرتك طبعا ان الحلقه مدتها قصيره جدا، وكل نقطه بنناقشها محتاجه تقريبا حلقه لوحديها، لكن احنا بنعمل وبنسلط الضوء على بعض النقاط اللي فينا ممكن الساده المشاهدين يبحثوا ورا هذه النقط اللي احنا بنتكلم فيها ويثقفوا بزياده. طيب، ازاي بقى الانسان يقيس ذكائه؟ يعني انا كعصام عبده كيف ان انا اقيس ذكائي، او اقيس ذكاء ابني او حفيدي او الى اخره؟ في هل من طرق؟ هو لازم الطفل دايما انا اعرضه لصدمات تفكيريه. صدمات تفكيريه. يعني بمعنى صح ايه؟ ما عملوش دايما ان هو انسان مهمل. لا، ده هو طالما له ادراك وله حس وانسان عاقل. نعم. وطبيعي. لازم اعيشه معايا في كل امور الحياه. كويس. يعني اديله موضوع يفكر فيه واجربه فيه. اعيشه بمشكله. لما يجي يطلب مني حاجة أعيشه في المشكلة دي.
ما مش ما طلبش حاجه اداله فقط، لا عايشه في في الموضوع نفسه، اديله مساله يحلها، اديله مساله يحلها، نعم، اديله حاجه يحفظها زي المتون. المتون كان زمان لو تذكر سعادتك في كان زمان الحاجه اسمها الكتاتيب اللي هي انقرضت. انا اتعلمت فيها والله. والله لو انت تذكر العقاد وطه حسين، خرج من الكتاتيب ليه؟ لان كان الطفل بس سن سنين 7 سنين بيبقى حافظ القران. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا اتفضل وخطيره، ان الماده الحافظه للعقل القران، هو القران. الله يفتح عليك. انا دي شفتها في نواحي الحياه، ان عامله زي الماده الحافظه، ان احنا شفنا في مراحل حياتنا الساده اللي حافظين القران وصل سنه 90 سنه ومع ذلك لم يصبه الزهايمر، لم يصبه النسيان، وكان الماده الحافظه هو القران. كان زمان بيحفظوا حاجه اسمها المتون. احنا بنهتم بالترفيه للاولاد، ان احنا نحفظه بعض الاغاني او ما شابه ذلك، ده جزء، انما ما يكونش كل حاجه كده. يعني ما هو لو قعد بقى كده، طب ما الفيل لما القدوه بتاعته واحد زي الدكتور احمد زويل، ليه ما اديلوش قدوه زي نيوتن؟ زي ما يعني اديله قدوه من التاريخ الاسلامي، احفظه التاريخ الاسلامي، بحيث يبقى هو عنده، اساله بقى بكل فتره، اعرضه المسألة مهمة جدا، اشوف ذكاءه وصل لفين. انت حضرتك قلت كلمة يعني فينا البعض منها عارفها والبعض الاخر ممكن ما يكونش عارفها، وهي كلمة المتون اللي هو المتن. فممكن بس تبسط لنا المعنى للكلمة دي؟ المتن كان زمان سعادتك موجود، وللأسف الشديد الله ينور على سعادتك ان انت يعني ذكرتنا عشان نوضح للإخوة المشاهدين. هو كان بيضع المتن دوت، كانوا بيضعوا العلوم في زي اغاني كده، يعني قربها زي الاغاني ده. مثلا لما يجي في الفيت ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فطبعا هو ايه الولد بيجي ومحافظ الجمله دي وخلاص. بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند للاسم تمييز حصل. الكلمة دي لو انت جبت كتاب النحو النهاردة اللي بنقعد الولد في سنة 5 ابتدائي و6 ابتدائي اللي هو علامات الاسم سعادتك، يقعد يدرس فيها طول السنة، وفي اخر سنة بينساها. لان هو ما حفظش حاجة معينة، غير بقى ان هو ذهنه حافظ حاجات تانية للأسف الشديد، حاجات احيانا قد لا تكون مفيدة. انما لما اجي اقول له بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييزه حصل على سبيل المثال، هو خلاص عرف علامات الاسم. بعد 100 سنه تيجي تقول له علامات الاسم وما يقول لك البيت ده اللي هو زي الاغنيه. طيب احنا معانا بحببه حضرتك في العلم بس بطريقه جميله. عظيم. طيب احنا معانا اتصال ونكمل حديثنا في الموضوع ده. الو استاذ ماجد. استاذ ماجد الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم وبركاته فندم. انا عايز اتواصل مع الدكتور بعد اذنك. اتفضل معاك دكتور سمير. دكتور كنت عايز من حضرتك نصيحه كده تقدمها لينا احنا كمدرسين في حضانات. طب علي الصوت شويه يا استاذ ماجد. بقول لحضرتك كنت عايزك تقدم لنا نصايح او ازاي نتعامل مع الاطفال واحنا كمدرسين في التمهيدي الكي جي 1 وكي جي 2 كده حضانات اطفال. فاحنا دلوقتي يعني احيانا الولاد بيبقوا اشقيه جامد واحيانا بيكونوا اغبياء، فاللي هو انا ممكن اتنرفز على طفل صغير، انا مش عايز اتنرفز عليه بس هو بيستفزني ان انا اخرج عن شعوري. فكنت عايز من حضرتك بعض النصايح كده تقدمها ليا او اتعامل معاهم ازاي. حضرتك بتسال في نصيحه للمدرس اللي في حضانه. ايوه. وبرده انا هزيد على سؤالك حته كده ونزيد من البيت شعر يعني، ونصايح للاطفال نفسها نأديها ليهم في المكان ده. ماشي كده يا استاذ ماجد؟ طب شاكرين اتصالك وتابعنا على الشاشه الاستاذ سمير، الدكتور سمير محمود هيجاوب حضرتك. هو المتصل الكريم الاستاذ ماجد بيسال عاوز بعض الادفايز والنصايح اللي نوجهها للمدرسين بتوع كي جي 1 وكي جي 2، عشان ساعات بيبقى درجه استوعابهم للاطفال بتبقى شويه ضيقه بيتنرفز عليهم، وبرده عاوزين نزيد ليهم من البيت شعر ونقول بعض النصايح اللي ممكن المدرس ده يوجهها لبعض الاطفال، يعني نصيحه للمدرس ونصيحه للاطفال. هو استاذ ماجد سؤالك مهم جدا وانا جميل. سعيد بسؤالك ده. في الحقيقه لانه سؤال في قمه الخطوره، لان انا بعتبر ان اخطر مرحله عمريه هو مرحله الطفوله بل الحضانه. بل النهارده هم بره اللي احنا بنحاول نقلدهم في بعض الاشياء وبنسيب بعض الاشياء الاخرى، بيحطوا اكثر المدرسين كفاءه هو في مرحله الطفوله الكي جي 1 وكي جي 2 ومرحله الابتدائي. مرحلة الابتداء ايضا مسألة خطيرة جدا. الاطفال النصيحة اللي حضرتك بتطلبها، الطفل في مرحلة الحضانة عامل زي العجينة.
اكيد اللي احنا بنشكله. نعم. فلو ما تشكلش صح من ناحية النفسية، وانا بؤكد على الناحية النفسية والناحية العلمية، يبقى احنا ضيعنا ارض خصبة كنا المفترض نبذر فيها بذرة طيبة نقدر نجني بعد كده. اكيد. لان هم الاطفال والشباب هم عماد الامة. اكيد. فلو احنا ما استغلناش، يعني زي ما بيقولوا في المثل، الحفاظ على رأس المال اهم من المكسب. فالحفاظ على رأس المال هو الاطفال. اول نصيحة هو ازاي تخلي الطفل يحبك. دي مسألة مهمة جدا. وهديك مثال من حياة الرسول عليه السلام. انا دايما احب اضرب مثل، لاني يعني ثبت يعني ان القرآن او حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي اكبر دليل ناجح. وحتى في واحد عمل العظماء 100 ان الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم العظماء، وده شيء طبعا يعني مش جديد علينا. نعم. انما مهم جدا انك تخلي الطفل يحبك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على طفل صغير كده اسمه ابا عمير، فكان يقول له ماذا فعل النغير يا ابا عمير. النغير ده اللي هو العصفور. كان معاه عصفور الطفل ده ابا عمير، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعبه يقول له ماذا فعل النغير يا ابا عمير. نعم. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يربط بيده على كتف الطفل. عزيز. وعلى راسه. ويحببه فيه وبيخاطبه بالحاجه اللي يحبها. احنا مهم جدا لما نيجي نعامل الطفل ما نعاملوش ان هو كبير. نعم. لا، ننزل لمستواه لسنه. أكيد. هو مخه طالب مخه خصب. نعم. انما المهم ان احنا ننزل لسنه، دي مساله مهمه جدا. ولذلك احيانا الام او المدرس يغضب جدا ويتنرفز من الطفل لما يعمل حاجه شويه، هو لازم يعمل شقاوه. اكيد. هو لو ما عملش قهوه ما بقاش طفل. تمام. طيب اول نقطه هو ازاي نخلي الطفل يحب المدرس. عظيم. طب احنا عاوزين ننتقل بالحديث لنقطه ثانيه، كيف الانسان منا يفكر؟ يعني يا ريت برضه حضرتك تسلسل لنا كده نقط او بوينت معينه، كيف الراجل او الست او الشاب او الشابه او الجده او الجده يفكروا في اسلوب حياتهم؟ ادينا بعض التفصيلات كده فيها. يفكروا في اسلوب حياتهم. مهم انا اعرف دوري ايه في الحياه. نعم. عشان انا افكر اعرف انا دوري ايه في الحياه. اكيد. اعرف مطلوب مني ايه. انا كانسان مطلوب ان انا حواليا اسره، ازاي انا انمي الاسره دي؟ يعني رب الاسره مش مطلوب ان هو ينمي نفسه فقط. نعم. ينمي اسرته اللي هي مسؤوله منه. تمام. طيب احنا فريق الاعداد معانا بصراحه بيجتهد انه يثقف مشاهدينا، فاحنا معانا فيديو للدكتور ابراهيم الفقي رئيس يعني التنميه البشريه في الوطن العربي وفي العالم، هنشوفه ونكمل تاني مع حضرتك الحديث. وهو بيتكلم عن التفكير في الاساليب، ففينا ان احنا نشوف الدكتور ابراهيم الفقي في الشرقة الفضائية، وبنكمل رحلتنا على محطات تانية في رحلة إلى النفس البشرية واكتشاف القدرات اللامحدودة وإزاي ممكن نستخدم هذه القدرات ونحطها فعلا في الفعل عشان نقدر نعيش أهدافنا ونحقق أحلامنا. في المحطة اللي قبل كده اتكلمنا على قوة الإدراك، وقلنا أن من غير الإدراك الإنسان ممكن بيتصرف تلقائيا من غير ما يفكر، لأن أكثر من 90% من أفكارنا تلقائية بسبب البرمجة وبسبب التكرار وبسبب كل الماضي اللي احنا عشنا فيه، فبتتصرف بنفس الطريقة اللي اتصرفت بيها قبل كده من غير ما تفكر. عشان كده الإدراك انك تعيش في الوقت الحاضر وتبقى عارف انت بتفكر ازاي، عارف تصرفاتك عاملة ازاي، عارف سلوكياتك عاملة ازاي، عندك إدراك في أحاسيسك، عندك إدراك في سلوكياتك. غير كده اتكلمت على 6 حاجات أساسية، قلت الإدراك بالنسبة للجزء الروحاني، فجزء الروحاني علاقتك عاملة ازاي مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بدأت فعلا تستخدم هذه العلوم انك تقدر توصل لمرحلة تقدر فعلا تقوم وتصلي الفجر؟ قدرت فعلا تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى؟ قدرت تسامح اسرع؟ مهم جدا تبقى عارف انت فين النهاردة في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى، وده جزء روحاني. الجزء الثاني الجزء الصحي. الجزء الصحي ان انت لازم تبقى عارف بتفكر ازاي صحيا، بتاكل ازاي صحيا، بتشرب ميه قد ايه كل يوم، غير كده بتحرك جسمك ولا لا، تبقى بتمشي بطريقه صحيه، وده الجزء الثاني. فادراكك الروحاني، ادراكك الصحي، بعد كده ادراكك لحياتك الشخصيه. ادراكك الشخصي يا ترى بتنمي نفسك؟ اللي انت عملته النهارده مختلف عن امبارح، يعني لو الله سبحانه وتعالى ادالك اليوم ده ثاني من اول وجديد هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتتصرف بنفس الطريقه؟ هيبقى نفس الشيء باستمرار، ومع الوقت هتبص تلاقي جالك اكتئاب وجالك احباط لانك نفس الشيء طاقه عاليه جدا بتعمل. تمام. دكتور سمير، بعد ما شفنا طبعا دكتور ابراهيم وهو يعني كلنا بنمتثل لبعض كلماته، اللي انا بعرف واقول ان هو كل كلامه الى حد ما متاخد من السنه النبويه الشريفه. عاوزين نتكلم في نقطه بقى مهمه في الوقت اللي فاضل لينا في البرنامج، وهي عن أهمية العقل وكيفية الحفاظ عليه.
سؤال مهم جدا. نعم. لان في ضروريات خمس لازم مهم جدا نعرفها حضرتك. نعم. الضروريات الخمس دي اللي جه الدنيا واقف عليهم او الدين جه قال المقاصد الخمس او الضروريات الخمس. الضروريات الخمس اللي هو الدين، النفس، المال، العرض، العقل. يعني المولى عز وجل جعل من اهم الضروريات الخمس للحياه هو العقل ده. ولذلك نجد مهم مساله مهمه جدا جدا، وهو ان الاسلام جعل التعدي على العقل حتى لو عقل الانسان نفسه لا عقوبه. يعني لو جه واحد شرب الخمر الدين بيعتبر ان هو فعل كبيره من الكبائر. ويعاقبه رغم ان هو عقله هو. ليه؟ لانه اعتدى على جسده، اعتدى على العقل، اعتدى على القيمه اللي المولى عز وجل كرم بيها الانسان، فبالتالي عقله رغم ان هو ايه؟ رغم ان هو مالك لهذا العقل، مالك لهذا العقل. ومع ذلك لانه غيب الوعي بتاعه افسد المجتمع، افسد العقل. ولذلك تجد مثلا واحد شرب خمر يترنح، لا ده خرج عن ولقد كرمنا بني ادم. فالحفاظ على العقل مسألة مهمة جدا. من التلوث الأخلاقي دي مسألة مهمة جدا، فينا من الضوضاء، من الألفاظ الغير طيبة، إن ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. والأخلاقيات الجميلة اللي يتغذى العقل ويصبح عقل راشد، عقل جميل. الحفاظ عليه مسألة مهمة جدا. طب احنا فاضلنا 30 ثانية 40 ثانية وحضرتك أشرت النقطة بتاعت التلوث العقلي، ففي إجازة سريع كده وفينا نستضيف حضرتك تشرح لنا بقية المواضيع تاني. فكلمنا بسرعة عن التلوث العقلي. التلوث العقلي الإسلام جعل إن عاوز يبقى عقل الإنسان صافي. نعم. ولذلك اللي أمر في آيات كتير اللي هو إن الإنسان يدور على إن يشغل مخه. نعم. وإن هو يحرك مخه. ولذلك ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم ولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. اذا ربنا كرم العقل ان انت تشغله في التفكر في الكون، في الشمس، في القمر، تتنزه في الطبيعه عشان تستنشق هواء نظيف بعيد عن هواء الملوث. نعم. فبالتالي يبقى الجسد عنده استعداد لتلقي الاكسجين النقي، ما يكونش في تلوث اخلاق زي ما احنا قلنا ان يرى مناظر سيئه فتنطبع في عقله. نعم. يسمع الفاظ سيئه فتلزق في اذنه. فاحنا عاوزين انما الامم الاخلاق فاذا ما بقيت اخلاقهم بقيوا. انما عكس ذلك ما بتنشئش نشأ المفترض منوط به كل الدوله، كل الاسره، كل الاباء، كل الامهات عشان يطلع نقدر نقيم أمة. تمام. عظيمة. هو بيت الشعر حياتك بتقوله إنما الأمم الأخلاق فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. تمام. طيب احنا برضو في الوقت القصير اللي فاضل كنت حياتك بتشير إن الإنسان ليه عقل وده شيء مسلم به، وإن الكائنات الأخرى ليها عقول إن كان من طير إلى آخره أو حيوان. فإيه الفرق ما بين هذا العقل وهذا العقل؟ ربنا قال كل ميسر لما أقولك له. حتى الحيوانات لا عقل ولكن بالقدر اللي هم يسيروا به، ولكن ملهاش ادراك وملهاش تكليف. انما الشيء اللي الناس مش واخده بالها ان الكائنات كلها امم زينا، بدليل ان النمل لو عقل بيجي ياخد الحبه ويقوم قاسمها نصين اللي هي البقوليات عشان ما تنبتش لما يحطها تحت الارض. فان لو حطها في الجحر بتاعه تحت الارض هتنبت وتقوم هداله العش بتاعه. يخزن الاكل في الشتاء عشان ياكله، يخزن الاكل في الصيف عشان ياكله في الشتاء. اذا معنى ذلك ان الكائنات كلها لا عقل، بدليل في قصه جميله. نعم. كلنا بنسمعها عن قصه سيدنا سليمان. طيب لما النمل كان واقف. انا اوعد حضرتك تاني باستضافه لان الوقت بتاعنا انتهى. اتفضل. وان شاء الله يكون لينا حلقات تاني مع حضرتك نستزيد فيها من خبرات حضرتك في المجال. اعزائي المشاهدين بشكر الدكتور سمير محمود كبير اخصائيين بالمركز القومي للبحوث على المعلومات واستهابه في هذا الموضوع، على وعد ان احنا نستضيفه في حلقات اخرى. بكرر شكر تاني لفريق الاعداد اللي ساعدني كتير في بعض الموضوعات اللي بيحاول يبثها ويثقف بينا مشاهدي قناه الصحه والجمال. وأني حديثي واكرر شكري لاكارم ومتابعي قناه الصحه والجمال وخصوصا متابعي برنامجنا رجيم العقل. كان معكم عصام عبده والى اللقاء في حلقه اخرى. شكرا.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.